بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنحل مع بعض النهارده اسئله تقيس مستويات التفكير العليا، الدرس الثالث، صفحه 104. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اسئله تقيس التفكير العليا يعني معنى كده انك حليت كل الاسئله اللي فاتت زي الفل. اما انك بتسمعني فانت طبيعي ان شاء الله يعني هتكون حليت الاسئله اللي فاتت كلها زي الفل. هنحل مع بعض اسئله تقيس مستويات التفكير العليا. سؤال رقم 18. رقم واحد بيقول ايه؟ اختر الاجابه. التكوين 54 جرام من الماء يلزم تفاعل 48 جرام من الأكسجين مع 6 جرام من الهيدروجين، وعليه فإن 2 جرام من الهيدروجين يتحد تماما مع كام جرام من الأكسجين؟ 6 هتتفاعل مع 48. طب هو هنا قال لك 2 من الهيدروجين، معنى كده ان هو قسم الستة دي كام؟ معنى كده ان هو قسم الستة دي على الثلاثة، معنى كده برضو ان هو هيقسم 48 دي على التلاتة، يبقى 2 جرام هيتحد مع كام؟ هيتحد مع 16. 48 على التلاتة فيها ال 16. سؤال رقم 2. النسبة بين كتلة المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي إلى كتلة المواد الناتجة عنه، الواحد تبعا لقانون بقاء المادة. الداخل على قد اللي خارج، اللي جاي على قد اللي رايح، يبقى ب. رقم 3. في التفاعل المقابل Mg زائد O2 يديني 2MgO، زائد منها يتفاعل 48 جرام من المغنيسيوم مع 32 جرام من الأكسجين لتكوين 80 جرام من أكسيد المغنيسيوم، فكم جرام من المغنيسيوم يلزم لتكوين 40 جرام من أكسيد المغنيسيوم؟ طبيعي هنا كون 80 جرام من أكسيد المغنيسيوم، لما فعلت كام؟ 48 جرام من المغنيسيوم. فلما هو عايز 40 جرام من اكسيد المغنيسيوم، معنى كده ان هو قسم ده على 2، يبقى هو هيقسم المغنيسيوم برضو على 2. المغنيسيوم 48 يبقى هو عاوز 24. رقم 4. عينة من مركب اكس تتكون من 5 جرام اكسجين. عينة من مركب اكس تتكون من 5 جرام من الاكسجين و10 من الكربون و20 جرام من النيتروجين، ما كتلة الكربون في عينة أخرى من نفس المركب كتلتها 70 جرام؟ واحدة واحدة مع بعض. المركب اللي معايا إكس، تمام؟ تمام. بيتكون من كام؟ من 5 جرام أكسجين و10 جرام كربون و20 جرام نيتروجين، احسبهم مع بعض يديني 5 و10 15 و20 35. ما كتلة الكربون في عينة أخرى من نفس المركب، يعني هو بيشتغل على نفس المركب أهو، كتلتها 70. ال 35 عشان أوصلها لل 70 معنى كده إنها ضعفها، فأنا هحتاج من كل دول الضعف. هو بيسأل على مين؟ كتلة الكربون، فأنا على طول هختار 20 لأن الكربون ب 10 جرام. طب لو هو بيسأل على الأكسجين، الأكسجين بخمسة، يبقى على طول أختار 10. طب لو بيسأل عن النيتروجين، النيتروجين أساسا ب20، ضعفها 40. تمام. سؤال رقم 5. إذا كانت الكتلة الذرية الجرامية لكل من الهيدروجين والأكسجين 1.16 على الترتيب، يعني الهيدروجين 1 والأكسجين 16، وكتلة المركب MOH3 تساوي 78، فإن الكتلة الذرية الجرامية للعنصر M تساوي كام؟ فأنت هتعمل إيه؟ هتيجي تعمل كده زي ما أنا هعمل قدامك أهو، الـ MOH باي 3 بتساوي كام؟ تساوي 78، مفيهاش أي مشكلة أهو. طيب معنى كده إن M زائد الـ O بكام؟ 16، في كام؟ في 3، زائد 16 في 3، زائد H بكام؟ بواحد في 3، يبقى 1 في 3 بتساوي كام؟ بتساوي 78. احسب دول، 16 في 3 48 زائد 3 بيديك 51، ودي ال 51 الناحية التانية بعكس الإشارة، 78 سالب 5 يبقى إذا M تساوي كام؟ 87 سالب 51.
فنطهم من بعض هيديني في الآخر 27. يبقى إذن الكتلة الذرية الجرامية للعنصر N بيديني كام؟ 27. تمام، 27. متفقين؟ سهلة سهلة إن شاء الله، مفيش أي صعوبة خالص. آخر صفحة في الدرس صفحة 105، السؤال رقم 19. علل يؤدي التواجد في الأماكن المزدحمة بالسيارات إلى الشعور بالصداع والدوار. لماذا؟ بسبب زيادة نسبة غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق وقود السيارات. أول ما يتكلم معاك صداع ودوار على طول بنحدد إن هو بقصده أول أكسيد الكربون. طيب رقم 2، تآكل الواجهات المنازل في المناطق الصناعية. ليه؟ واجهات المنازل في المناطق الصناعية بتتآكل. ليه؟ عشان خاطر أكسيد الكبريت أو أكاسيد الكبريت. أول ما يقول لك تآكل المنشآت أو تآكل الواجهات المنازل أو الكلام ده، يبقى على طول في أكاسيد كبريت حامضية بتسبب بقى، بتسبب تآكل المنشآت أو المنازل. أكاسيد الكبريت دي طبعا الناتجة من الصناعة أو المصانع اللي موجودة في المكان ده. رقم 3، تمنع الدولة مرور السيارات في المناطق الأثرية. ليه؟ عشان خاطر أكاسيد الكبريت ما تسببش تآكل الآثار اللي موجودة دي، عشان لو الآثار اتاكلت هيحصل ايه؟ مش هتلاقي رحلة الأقصر وأسوان هتطلع، ولا الأهرامات وأبو الهول هتطلع. الرحلة وصلت كام دلوقتي؟ تقريبا 150، كانت على أيامي أنا ب50، دلوقتي تقريبا 150. هتموتوا انتوا تطلعوا رحلة البحر اسكندرية والحتت دي، بس ما تحصلش. يا الأهرامات يا اسطى ارضى بقليلك. رقم 20، يتفاعل 60 جرام من الكربون مع وفرة من غاز الأكسجين لتكوين 220 جرام من غاز ثاني أكسيد الكربون. بعد انتهاء التفاعل يتبقى 40 جرام من غاز الأكسجين بدون تفاعل. احسب كتلة غاز الأكسجين المتفاعلة. احسب كتلة غاز الأكسجين المتفاعلة وقبل التفاعل. هو عاوز كتلة غاز الأكسجين المالها المتفاعلة. هو مديني ايه؟ 60 جرام من الكربون. طيب الكربون ده هيتفاعل ازاي؟ سي زائد او 2 هيديني سي او 2. اداني ايه؟ 220 جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون. فانت هتعوض ازاي؟ 220 هنا والناحيه دي في 60 زائد الاو 2 تمام بتساوي ال 220 دي. ودي ال 60 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى هيطلع لك في الاخر ان الاو 2 كتلتها المتفاعلة بتساوي كام؟ 220 سالب الستين دي، فهيطلع ان الـ O2 ب160. 60 سالب 220 معنى كده 160. طيب قبل التفاعل، قبل التفاعل هتعمل ايه؟ انت جبت المتفاعلة وهيتبقى كام؟ 40 جرام. يبقى على طول دي لما تبقى المتفاعلة 160 اجمع عليها ال 40 هيديك 200. فيها اي مشاكل؟ هوضحها لك تاني بالراحه جدا. بص يا سيدي، هو قال لك ايه؟ معايا كام؟ سي، رمز السي، في منها 60 جرام في وفره من غاز الاكسجين لتكوين كام؟ 220 جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون. فانت هتعوض مكان غاز ثاني اكسيد الكربون ب 220 في المعادله اللي قدامك دي، سي زائد O2 هيديك CO2. انت معاك السي ب60 زائد الاكسجين انت عايزها تمام، والكربون مدولك ب220. ماشي، ب220 ال60 دي هتروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى اذا الاو 2 60 ناقص 220 هيديك 160. ال160 دي ايه؟ كميه الاكسجين او كتله الاكسجين المتفاعله. طب هو قايل لك في السؤال ايه؟ يتبقى 40 جرام. يتبقى 40 جرام من غاز الايه؟ الاكسجين. لما يفضل 40 جرام هتجمع عليهم الكميه المتفاعله هيظهر لك قبل التفاعل. معنى كده 160 زائد 40 هيديك قبل التفاعل 200 جرام. تمام؟ تمام. انا بقولها بسرعه، المساله دي مهمه، المساله دي مهمه، فانا هحلها لك تاني فين؟ في الورقه اللي معايا، عشان خاطر بتكرار المثل يتضح المراد.
هنا بيقول لي ايه؟ يتفاعل 60 جرام من الكربون، فانت هتعمل ايه؟ تعمل كده، كربون يساوي 60، تمام؟ في وفرة من غاز الاكسجين لتكوين كام؟ 220 من غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى CO2 يساوي 220. ماشي. بعد فترة في كمية من الاكسجين ما تفعلتش، لم يحدث لها تفاعل، فتاخدها في مربع لوحدها، O2 تساوي 40 مش متفاعل كده، هو مش متفاعل. ماشي. هتيجي تكتب المعادلة المحترمة اللي قدامك. المعادلة بتقول ايه؟ C زائد O2 هيعطيك CO2. السي بكام؟ السي يا سيدي ب60، هو طالب الاكسجين المتفاعل، فزائد اكسجين متفاعل هيديك كام الناحية التانية؟ 220. انا عدت المسألة دي تالت مرة عشان خاطر المسألة دي مهمة جدا جدا جدا. فهاخد الستين دي، هي على الشمال انا عايز اوديها على اليمين، فهتروح الناحية التانية بعكس الاشارة، هي بالموجب تبقى تروح الناحية التانية بالسالب، يبقى اذا O2 220 سالب 60، تمام؟ نقص من ال 220 60 هيديك كام؟ هيديك 160. يبقى اذا الاكسجين المتفاعل 160، تمام؟ تمام. هو قال لك 40 مش متفاعل، هو عايز قبل التفاعل، كاتب لك ايه؟ احسب كتلة الاكسجين قبل التفاعل، فانت معاك 40 مش متفاعل، يبقى اذا 160 زائد 40 هيديك 200، تمام؟ تمام، هيديك 200. 200 ايه؟ جرام، تمام؟ تمام. المسألة سهلة بس انا حبيت اعيدها مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر تثبت في دماغك، عشان خاطر دي من المسائل المهمة. رقم 21، من التفاعل المقابل AL زائد O2 يديك AL2O3. أعد كتابة المعادلة بعد وزنها. أنا بتفق معاك طبعا إن أنا مش بكتب معادلات، أنا بوزن في المعادلة اللي قدامي على طول، وأنت بنقلها وموزونة، يعني أنت بنقلها في دراستك أو في الواجب بتاعك وفي الامتحان بتاعك وفي الأسئلة بتاعتك، انقل المعادلة ووزنها، لكن أنا ما عنديش وقت للكلام ده. أنا عندي AL هنا باتنين O3 هنا بكام؟ O3 وهنا 3 وايه اللي هنا ب2. طب هنا الاو 2، فانا هعمل ايه؟ لو ضربت هنا في 2 هيحصل ايه؟ الاي اللي هنا هتبقى ب2. طب الاو لسه بكام؟ 3. طيب تيجي نضرب هنا في 3، يبقى هنا دي بقت 6 ودي 3، فاعمل ايه تاني؟ اضرب هنا في 2 عشان اظبطها، لقيت ان دي بقت 6 ودي 4، فاعمل ايه؟ اروح ضارب هنا دي كامله في 4 واشطب الاثنين دي. في اي مشكله؟ نحسب نعملها تاني. AL هنا كانت بواحد، هنا ب2، فانا محتاج اخليها 2. طيب O2 هنا O3 هنا 3 وهنا 2، فضربت هنا في 3 عشان دي تبقى 6، وضربت هنا في 2 عشان دي تبقى 6، لقيت ان دي بقت 4، رحت ضارب الاي ال هنا في 4 عشان خاطر تبقى هنا ايه 4 اي ال وهنا 4 اي ال، هنا 6 او هنا 6 او، مفيش اي مشكله فيها خالص، سهله جدا، انت بس محتاج تحسب ارقامك كويس قبل ما تخش على المساله. فانت بقلمك الرصاص كده عك لي عكه كويسه، طلع لي طلعها لي، ما تشطبش طبعا كتير، انت هتنقل المعادله عاديه خالص وتبدا تشوف كم واحده طلعت وانت عايز تحط هنا كام، كم واحده طلعت تحط هنا كام، مفيهاش اي مشكله ولا اي صعوبه. رقم 2، احسب كتلة اكسيد الالومنيوم الناتج من تفاعل 3 جرام من الالومنيوم مع الاكسجين. يبقى هو معاه عايز احسب اكسيد الالومنيوم الناتج من تفاعل كام؟ 3 جرام من الالومنيوم مع الاكسجين. فانا عندي هنا الموضوع كويس شوية. ليه؟ هقول لك دلوقتي. هنا اداني مقارنة، دي من الحاجات اللي انا بحب اشرحها بقى.
يعني ايه بتحب تشرحها؟ بص المعادلة بتقول ايه؟ 4 AL زائد 3 O2 هيديني ايه؟ 2 AL2 O3. فهو عاوز كام؟ هو عاوز كتلة أكسيد الألمونيوم، تمام، لما ايه؟ لما فاعل 3 جرام ألموني، لما فاعل 3 جرام ألموني. فأنا لازم أشوف أنا فعلت كام جرام ألمونيوم فوق عشان يكون لي كام جرام أكسيد ألموني. فأنا هحسب، هو مديني الألمونيوم بكام؟ هنا AL تساوي 27 وال O تساوي 16. فأنا هعوض أشوف أنا معايا AL كام عشان يديني الأكسيد الألمونيوم كام. فأنا هعوض يبقى معايا 4 في كام؟ 27. 4 في 27 بكام؟ 4 في 27 يا مستر 108، يبقى 108. تمام. 2 O L 2، فأنا معايا 2 في 27، تمام، زائد كام؟ 16 في 3، الكل مضروب في كام؟ مضروب في 2. فاحسب 2 في 27 بكام؟ 2 في 27 بكام؟ 54، زائد 3 في 16 48. 54 و48 كام؟ تساوي 102 يا مستر، 102. 102 في 2 دي 204. طيب معنى كده ان 108 جرام من الالومنيوم ادوني 108 جرام الومنيوم ادوني 204 جرام من اكسيد الالومنيوم. طيب 3 جرام هيدوني كام؟ هتعمل حركة كويسة جدا، لا تعمل مقارنة لا تعمل طرفين في وسطين. يعني انت عايز تجيب المقدار ده، لا تعمل مقارنة. يعني ايه هتعمل مقارنة؟ يعني بص، هات الرقم اللي هيتقسم، هات الرقم اللي هتقسم ده على ده هيطلع لك، فتقسم ده عليه. او حل تاني، تعمل طرفين في وسطين احسن. يعني ايه طرفين في وسطين؟ بص يا سيدي، انا معايا ده اداني ده، فده انا محتاج اعرف هنا كام، فاروح عامل طرفين في وسطين، ده في ده، ده في ده، على ده عشان ده اللي مع ده. ازاي؟ لما انا اعمل طرفين في وسطين الاول ايه اللي هيحصل؟ بص هيحصل كده، 3 في 204 يساوي كام؟ 108 في كام؟ اكس اللي انا عايزها، تمام، اكس اللي انا عايزها اهي. فانا هعمل ايه؟ الجزء ده مهم، الحر على المقيم، او اللي لازق فيه حطه تحتيه. ازاي؟ بص يا سيدي، ده لازق فيه فانا احطه تحتيه. ازاي؟ يبقى 3 في 204 دي لازقه فيه، نحطها تحتيه على 108 يساوي اكس، تمام. اكس هنا تطلع لك بكام كده؟ هتطلع لك اذن اكس تساوي 5.76 جرام او جرام، ماشي. فهيطلع معاك في الاخر كتلة اكسيد الالومنيوم الناتجة من 3 جرام الومنيوم هيطلع لك بخمسة وعلامة 67 من 100 جرام. فكرة الحل تاني ايه هي؟ ان انا بعمل مقارنة، ان انا كان معايا كتلة اهي طلعت لي كتلة اهي، فانا هو مديني كتلة تانية، هو عاوز الكتلة التانية، فانا عملت ايه؟ خدت الكتلة الاولانية اللي هي 4AL، جبت لها الكتلة بتاعتها، فقارنتها بكتلة المركب كامل، فهو عاوز 3 بالظبط هيطلعوا لي كام؟ فانا عملت ايه؟ طرفين في وسطين، فطلع 3 في 204 بتساوي 108 في المجهول اللي معايا، اللي لازق فيه حطيته تحتيه. ازاي؟ 3 في 204 على 108، لان ال 108 دي هي اللي لازقه فيه، فانا حطيتها تحتيه، يعني تحت المقدار، اللازقه في المجهول احطها تحت المقدار.
تمام، معنى كده ان اللي لازق فيه تحطه تحتيه، اللي لازق في المجهول احطه تحت المقدار في علامة الكسر، هيطلع معايا اكس في الاخر بخمسة وسبعة وستين من مية جرام. تمام، فكرة حلوة تمام، وهتيجي للناس العبقرية شوية. رقم 22 بيقول لي ايه؟ قام معلمك بحرق قطعة من الفحم ثم وزن الرماد المتبقي فوجده اقل من وزن قطعة الفحم الاصلية، فسر ذلك في ضوء دراستك لقانون بقاء المادة. انا لو معايا قطعة فحم وحرقتها هيحصل ايه؟ هيحصل انتاج لغاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون ده هيحصل ايه؟ هينتشر بعيد، فايه اللي هيحصل لما انا السي اتحدت مع الاوتو كون غاز وطار، فاكيد كتلة الفحم كانت قبل الحرق اكبر من بعد الحرق. تمام، كده انا خلصت صفحة 105 وخلصت الدرس الثالث كامل. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى عن الوحدة الثانية القوة والحركة. الى اللقاء يا اصدقاء.